والحديث أكثر حول هذا الموضوع أريد أن أرحب بمراسل آي 24 نيوز رازي تطور المتواجد في تل أبيب من أمام مقر الليكود. مرحبا بك رازي. إذن رازي، كما ذكرنا نتنياهو يجري مشاورات مع زعماء الأحزاب، أين وصلت هذه المشاورات وماذا عن الأحزاب كشاس ونعم؟ هل هناك أيضا تقدم فيما يتعلق بالمفاوضات مع سموتريتش؟ نعم لورين، سلسلة مشاورات حثيثة وماراثونية يجريها بنيامين نتنياهو هنا في مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب مع رؤساء الأحزاب من معسكره الذين سيشكلون الحكومة المرتقبة ضمن مساعي تسريع تشكيل الحكومة. هذه المساعي التي ما زالت مستمرة منذ 3 أسابيع، وفي هذه الأثناء يجري نتنياهو اجتماعا مع رئيس حزب نوعم أفي معوز، وقبل ذلك انتهى اجتماع مع أيضا زعيم أو رئيس حزب يهدوت هاتورا موشي جفني. ومن المتوقع يعني أن يستمر رؤساء الأحزاب بالتوافد إلى مقر حزب الليكود هنا في مدينة تل أبيب للقاء نتنياهو وإتمام المساعي لتشكيل الحكومة. وذلك يأتي لورين بعد إبرام اتفاق مع حزب عثمة يهوديت وتسليم بنغفير حقيبة ما تعرف بالأمن القومي، هذه الحقيبة التي كانت تسمى بحقيبة الأمن الداخلي. وأيضا هناك متوقع يعني أن يبرم نتنياهو اتفاقات أخرى مع حزب شاس وأيضا حزب نوعم، في حين أن هناك مصادر في حزب الليكود أشارت لنا لورين إلى أن هناك بعض العراقيل التي ما زالت ماثلة أمام نتنياهو، وهي تتمثل بسموتريتش الذي يطالب بتوسيع سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية الذي يطالب بتوسيع صلاحياته في وزارة المالية، ولكن أيضا من حزب يهدوت هاتورا الذي غير على ما يبدو وليس راض على ما عرض عليه من قبل نتنياهو. لذلك هذه الإشكاليات المتبقى أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة، ونتنياهو ضمن مساعي أخيرة لتشكيل الحكومة لورين. هذه صورة الوضع ضمن المفاوضات المستمرة لتشكيل هذه الحكومة وقبيل إعلان تشكيلها. وهناك أيضا انتقادات كبيرة داخليا لتولي بنغفير وزيرا للأمن الوطني، ما هي ردود الفعل يعني من هي الجهات التي تنتقد هذا الإعلان لتولي بنغفير، وما هي صلاحيات بنغفير بعد هذا الإعلان؟ نعم لورين، أوساط عديدة أمنية داخل إسرائيل عبرت عن قلقها من هذا التعيين وهذه الوزارة التي سيتسلمها بنغفير. وأيضا يعني هناك تصريحات كانت لبيني جانس وزير الأمن الإسرائيلي الذي عبر عن قلقه، وأيضا وزير الأمن الداخلي عمر بارليف الذي هو أيضا الآخر عبر عن قلقه. وبموجب يعني هذا المنصب الذي سيتسلمه بنغفير الحديث عن صلاحيات تمنحه السيطرة على جهاز الشرطة وأيضا على قوات حرس الحدود التي يخدم يعني عدد كبير من أفرادها في الضفة الغربية، ولكن أيضا في مدينة القدس وفي إسرائيل هناك أوساط أمنية تشير إلى أن هذا التعيين أو تسلم بنغفير هذه الحقيبة من شأنه أن يشعل الأوضاع في المنطقة أو إذكاء يعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأيضا هناك يعني في حزب الليكود أشارت لنا مصادر لورين إلى أن هذا المنصب هو لن يمنح بنغفير أي صلاحيات موسعة عدا عن الاسم، وهذه هالة يعني أخذها بنغفير من أجل يعني أن يظهر لجمهوره أنه حصل على شيء ما كبير جدا يتمثل بهذه الحقيبة. ولكن على أرض الواقع هناك فعلا مخاوف داخل إسرائيل من تدحرج الأوضاع في الأقصى ولكن أيضا في الضفة الغربية لورين. نعم، وصلت الفكرة من أمام مقر الليكود في مدينة تل أبيب مراسل آي 24 نيوز رازي تطور، شكرا جزيلا لك.